السلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وبعد. الحقيقة لما اخترتم هذا الاسم لنتكلم عليه، هو اسم يوقف الإنسان على حقيقته. بمعنى إيه؟ أنت مين أصلا؟ ده ربنا جعل فيك أنت مخلوق من مخلوقات الله. أنت مخلوق من مخلوقات الله، وربنا سخر الكون كله ليك، ومع ذلك كما قال الحسن كل المخلوقات أطوع لله من الإنسان. الإنسان دايما فيه عوج، يقتر عليه يشكو ربه، يفسح عليه يعصي ربه، يمرضه ما يرضاش ولا يصبر، يعافيه يتجبر بعافيته على عباد الله. مخلوق معقد، لذلك الرسل جت علشان تبين لنا اتعدلوا مع الخالق سبحانه وتعالى. بس عايز ابين خلق الانسان ازاي، كما قال يعني من تكلموا في الاعجاز. اولا لو بصينا القران الكريم عندما يتكلم عن البعوضه، الخلق هذا المخلوق اللي هو الضعيف جدا البسيط جدا اللي احنا ممكن ما نعرفش ندفعها عن نفسنا واحنا نايمين، مخلوق اولا حركه جناح البعوضه مئات المرات في الثانيه الواحده، فيها ثلاث قلوب مش قلب واحد، بس هي لدعتها قاسيه يعني قلوبها طبعا. كلها قاسيه. طيب يقوم القران الكريم يبين ان هذا الشيء البسيط جدا اللي انت يعني شايفه ده ولا تستطيع ان تدفعه، ده مخلوق يعجز العالم كله بكل اجهزته وبكل ما اوتي عن خلق بعوضه. سبحان الله. عندما تقف على الجلد اولا لابد ان تجري تحليلا للدم قبل ان تاخذ نهمتها من الدم، تعمل تحليل. شوف ازاي هي كده، سبحان الله، قدره ربنا اداها قدره انها تعمل تحليل للدم، الدم ده يصلح ليها ولا لا، سبحان، وتخدر مكان الجلد وما يحسش ما نحسش بيها الا لما تخلص وتنطلق تحس باللسعه. هو ربنا كتب لها رزق بهذه الطريقه، سبحان، دي البعوضه الشيء البسيط. رصدوا حيوان بحري ضخم وهو الحوت، حيوان العنبر، طوله يعني بيقولوا أكتر من 20 متر، 20 متر وحاجة. هو من الثدييات يعني يلد، هو يلد والحمد لله أنه بيلد ولا يبيض، لأن كان تبقى يعني مشكلة كبيرة جدا الحقيقة. فأولا رضعة الصغير 350 كيلو في الرضعة، الرضعة يعني لو خد في اليوم، بيقولوا في اليوم بيحتاج 3 رضعات 1000 كيلو. هو وزنه أصلا وزن الحوت بعد كبره 180 طن. كيف يخلق الله سبحانه وتعالى؟ سبحانك يا رب. الرزق لهذا كيف يرزقه سبحانه وتعالى؟ يعني الإنسان يقف يتعجب. طبعا مخلوقات ربنا سبحانه وتعالى كلها فيها أعجاز. أصبحنا النهاردة الصبح كام واحد شرب مية؟ كام واحد أكل؟ كام واحد تنفس؟ ده ايه ده؟ مليارات المخلوقات التي لا نعرفها اخذت رزقها من الخالق سبحانه وتعالى، وهذه الارزاق من الاعجاز انها قدرت قبل الخلق. الارزاق بتاعت المخلوقات مش احنا كبشر، مش اتخلقنا وبعدين مش رزقنا بالضبط، لا، كل شيء مكتوب قبل ان يخلق الخلق. الخلق اللي ما نعلمه وما لا نعلمه. طيب نقف بس وقفة، مخ الإنسان قالوا بيحتوي على 86 مليار خلية.